في إطار محاربة المضاربة الغير مشروعة للمواد المدعمة واسعة الاستهلاك وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل مجموعة عين دفلة في عملية نوعية، وبناء على معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد المستثمرين الفلاحيين بممارسات احتيالية تتمثل في التخزين الغير قانوني لمادتي الزيت والسميد واسعة الاستهلاك من أجل استعمالها في خليط تغذية الدواجن. تم مداهمة مستودع داخل مستثمرة فلاحية متواجدة ببلدية عين السلطان ولاية عين الدفلة، أين أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 60 سنة وحجز 1100 قارورة سعة 5 لتر من زيت المائدة و760 كيس حجم 25 كيلوغرام من مادة السميد بوزن إجمالي يفوق 190 قنطار، حيث تفوق القيمة الإجمالية للمحجوزات بحوالي 142 مليون سنتيم. سيتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة فور الانتهاء من التحقيق.